في حلب أيضا وإمعانا في تنفيذ مخططها الإجرامي، استهدفت العصابات الإرهابية المسلحة مروحية فوق مدينة نبل تنقل كوادر من وزارة التربية وأوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لطلاب مدينتي نبل والزهراء الذين لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم في المواعيد المقررة، ما أدى إلى سقوط المروحية واستشهاد 7 موظفين مدنيين بالإضافة إلى طاقم المروحية. وأقيم في صالة الأسد الرياضية بحلب مجلس عزاء للشهداء بحضور رسمي وشعبي. رحم الله الشهداء. بس بوجه كلمة بقول لهدول المسلحين الخارجين عن القانون أنه ارتجعوا إلى الله وفهموا هاي مؤامرة كبيرة على هالبلد. وليلة اللي استشهد قبل بساعتين طلبت منه أنه رجع يمكن يحصل شيء مو كويس، قال لي انا بدي اترك الثروه لاولادي اللي هي انه انا للشهاده في هذا الوطن. والحقيقه اليوم عندنا كان قافله من الشهداء الذين رووا بدمائهم ارض الوطن. هؤلاء كانوا يؤدون مهمه تربويه لكن يد الارهاب طالتهم. عندما لم يستطيعوا استهداف جيشنا العربي السوري وعندما دكت أوكارهم تحت أقدام هذا الجيش البطل، الآن يستهدفون رجال العلم ويستهدفون رجال التربية. جئنا لنعزي ولنبارك إخوتنا في مديرية التربية بانضمام كوكبة جديدة من شهدائنا. إننا نتكلم ونحمد الله عز وجل على مكروه، والمكروه هو عند البشر، لكن الحقيقة هو محبوب لنا أن يرتقي أحدنا شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى. وإنني أبارك لوطننا وأبارك لأمتنا وأبارك لمديرية التربية في حلب هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم جنة عرضها السماوات والأرض. وكذلك أقول نحن كلنا في هذا الوطن مشروع شهادة في إقبالنا على الله عز وجل وفي إرساء الأمن والأمان في ربوع وطننا الحبيب.